كم سهرنا من الليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حمم، نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم، نقضي ساعات طوال نستقي علما. بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء الأعزاء، طلبة الصف الأول، سلام الله عليكم. ان شاء الله هنحل مع بعض النهاردة النموذج الامتحان رقم 2 كتاب الموسوعة. يلا بينا على بركة الله. اول سؤال عندنا كده: يتشابه الكروموسومين في زوج الكروموسومات المتماثلة في كل مما يأتي عدا، في حاجة هنا غلط، في ثلاثة صح، في واحدة غلط. احنا خدنا قبل كده الطرز الكروموسومي وعرفنا الطرز الكروموسومي عبارة عن ترتيب الكروموسومات تنازليا حسب حجمها و ترقيمها. طيب، كان زي ما احنا عارفين ان في الخلايا الجسدية ان الكروموسومات بتوجد على اية ازواج متماثلة. ازواج متماثلة يعني كل اتنين شكل بعض. طيب، هما شكل بعض في الحجم، شكل بعض في ترتيب الجينات، شكل بعض في التركيب، انما رقم دال هي الاجابة عندي، اللي هي نوع الاليلات، الجينات التي يحملها كل منهما مختلفين عن بعض فيها. إذن إجابة السؤال رقم واحد اللي هي رقم دال، نوع الآليلات. نيجي للسؤال رقم اتنين: يظهر الشكل المقابل أحد الحالات الوراثية التي يتحكم فيها زوجين من العوامل لإظهار لون الفئران، أي طرز جينية تمثل الفرد الأسود. زي ما احنا شايفين اللي فيه فار لونه اسود والباقي لونه ابيض. طيب، يا ترى هنا بيقول لي هنا يتحكم فيها زوجين من العوامل، زوجين من الجينات لاظهار لون الفئران. طالما زوجين من الجينات يبقى معنى كده دي بتمثل اللي هي جينات مين؟ المتكامله. جينات مين؟ المتكامله. تمام. طيب، مدين النسب زي ما احنا شايفين كده، اللي هو الاسود 9 والابيض اللي هم عددهم 3 3 1، يعني عددهم 7، يعني النسبة العامة عندي 9 إلى 7. يبقى اذا معنى كده دي جينات مين؟ جينات متكاملة. طب هنا بيقول لي يا ترى مين الطرز الجيني اللي هيمثل الفرد الاسود، لون الفار اللي هو لونه اسود. زي ما احنا شايفين الاسود اللي هو سائد، يبقى معنى كده هنا اللي انا هختاره لازم يكون فيه على الاقل زوج من الجينات السائدة. انا عارفين احنا طبعا الزوج الاول والزوج الثاني، هختار على الاقل يكون في جين سائد واحد على الاقل من كلا من الزوجين. طب نيجي نبص على اول اجابة عندنا اللي هي رقم الف. رقم الف زي ما احنا شايفين اول زوج ايه سمول، مفيش هنا اللي هي جينات سائدة، اذا ما ينفعش معايا. طب رقم ب، عندي اخر اتنين اللي هي البي الاتنين سمول، مفيش سائد، ما تنفعش معايا. رقم جيم هي الإجابة الصح. ليه؟ عشان عندي أول زوج على إيدي الشمال A كابيتال، طبعا ده جين سائد. طب الزوج الثاني اللي هو B كابيتال جا، ده إيه؟ جين A سائد. دي إذن دي الإجابة الصح عندي. رقم دال عندي طبعا الأولاني الزوج الأول في A كابيتال ده جين سائد، إنما الزوج الثاني الاثنين B سمول هنا متنحيين. إذن إجابة السؤال اللي هي رقم جيم، عشان نختار على الأقل جين سائد من كلا الزوجين. هنيجي للسؤال رقم 4: يتشابه الخلل الذي يؤدي إلى شذوذ الكروموسومات رقم 23 مع الخلل في الكروموسوم رقم 21. رقم كام؟ 21. فيه يا ترى متشابهين في ايه؟ اول حاجة عندي كده بيقول لي لا تكون الكروموسومات ازواج متماثلة. يا ترى صح الكلام ده ولا غلط؟ احنا خدنا بعض الحالات اللي هي الشاذة بالنسبة للكروموسومات، بالنسبة لكروموسوم رقم 23. كروموسوم مين؟ رقم ايه؟ 23. طيب، يا ترى كروموسوم رقم 23 ده كان يمثل مين؟ اللي هو كروموسوم الجنسي، كروموسومات مين؟ الجنسية. وكان عندي حالة مثلا زي اللي هي حالة تاينر، كانت حالة تاينر هنا عندي بالنسبة للبويضة اللي هي في نقص في كروموسوم ده. تمام؟
كان في نقص فين؟ في الكروموسوم ده. فكانت عند البويضة بتمثل ب 22 زيرو، تمام، والحيوان المنوي اللي هو 22 اكس كان بيكون لي مع بعض 44 اكس ايه؟ اكس زيرو. طيب يبقى معنى كده ان عندي ده كان عدد مين؟ عدد فردي. بالنسبة لحالة مين؟ حالة تينر، كان عندي 44 زائد اكس زيرو، كان عندي رقم 23. الزوج رقم 23 بيمثل بايه؟ بكروموسوم مين؟ كروموسوم فردي. طيب يا ترى الخلل اللي كان في رقم 21 ايه؟ كان خدنا اللي هي متلازمة داون، متلازمة مين؟ داون، وقلنا داون دي كان كروموسوم رقم 21 كان عندي فيه كروموسوم زيادة، هما المفروض اتنين، لا كان فيه واحد كمان زيادة، يعني برضه كان عدد ايه؟ كان عدد فردي. اذا اجابة السؤال اللي هي رقم الف عندي لا تكون، لا تكون الكروموسومات او لا تكون الكروموسومات ازواج متماثلة، دي الاجابة الصح. رقم ب بيقول لي ينتج عن ذلك البويضات شذوذ البويضات فقط. طبعا الكلام ده غلط، لان عندي هنا كروموسوم رقم 21 ده بيمثل لي كروموسومات جسدية وليس جنسية. رقم ج يسبب تأخر عقلي، مش شرط. رقم د زيادة كروموسومات اللي هي جسدية برضك ايه؟ مش شرط، عشان 23 ده كروموسوم مين؟ جنسي. اذا الاجابة رقم الف لا تكون الكروموسومات ازواج متماثلة. ليه؟ عشان هنا هكون على هيئة اعداد فردية، الزوج رقم 23 هيكون فيه كروموسوم واحد فقط في حالة تينر، هيكون في كروموسوم رقم 21 هيكون في 3 كروموسوم في اللي هي متلازمة 2 داون. هنيجي للسؤال رقم 6. في الانسان مرض ضمور العضلات صفة متنحية مميتة، يعني اللي عنده ده هيكون صفة متنحية مميتة مرتبطة بالجنس، تمام. سبب عدم ظهور هذا المرض على الإناث يا ترى ايه؟ رقم الف بيقول لي تحتاج، احنا عارفين طبعا اللي هو مرض ضمور العضلات دي عبارة عن ايه؟ صفة متنحية مميتة، يعني لما يكون عند الشخص في جينين متنحيين، تمام، هيؤدي لمين؟ الى الموت. يا ترى هنا السبب عدم ظهور هذا المرض على الإناث بقى ايه؟ رقم الف بيقول لي تحتاج الإناث لجين سائد، اذا كان هم اصلا جينات متنحية يبقى اذا غلط. رقم ب الذكور المريضة تموت قبل البلوغ. طبعا الكلام ده صح، زي ما احنا عارفين ان اللي هو عنده ضمور عضلات بالنسبة للذكور بتموت ايه؟ في سن حوالي 11 سنة، يعني قبل ايه؟ قبل البلوغ. يبقى اذا دي الاجابة الصح. رقم ج بيقول لي يوجد كروموسوم، يوجد المرض على كروموسوم واي، طبعا هو مش موجود اصلا على مين؟ كروموسومات من اصله. رقم د بيقول لي تأخذ الانثى المادة الوراثية من الام، طبعا ملهاش علاقة. اذا اجابة السؤال اللي هي رقم ب الذكور المريضة تموت قبل الايه؟ البلوغ. الذكور المريضة تموت ايه؟ قبل ايه؟ قبل البلوغ. نيجي بعد كده للسؤال رقم 8. سؤال رقم 8 يمكن معرفة الطرز الجيني من خلال الطرز المظهري بسهولة في الحالة الوراثية، يا ترى السيادة تامة، السيادة غير التامة، انعدام السيادة، الجينات المتكاملة. يا ترى اعرف الطراز الجيني من الطراز المظهري امتى؟ طبعا احنا خدنا حالة واحدة بس اقدر اعرفه فيها، اللي هي في حالة انعدام السيادة، انعدام السيادة. لو احنا فاكرين انعدام السيادة خدنا بعض الامثلة زي نبات شاب بالليل او الدجاج الاندلسي. عند مثلا اللي هو الدجاج الاندلسي اللي كان عندي لون الدجاج يامة ابيض هيكون رمزه دبليو دبليو، يامة يكون اسود بي بي، يامة يكون اللي هو ازرق اللي هو بي دبليو. كل طراز جيني له طراز مظهري واحد فقط. اما بالنسبة للسيادة التامة زي قانون مندل الاول، كان عندي مثلا اللي هو لون الازهار الاحمر كان عندي هنا بيمثل بطرازين جينيين، الاولاني اركابيتال ده اول حاجة، التاني كان اركابيتال اريسمول. فاذا هنا كان له ايه؟ اكتر من طراز جيني. انما هنا بالنسبة للسؤال اللي هو قدامنا اللي اقدر اميزه بالصورة اللي هو رقم مين؟ رقم جيم اللي هي انعدام السيادة. هنيجي رقم 10. السؤال رقم 10 بيقول اذا كان هناك 40 كروموسوم في الخلايا الجسدية من فأر المنزل،
الخلية الجسدية بتاع الفأر المنزل فيها 40 كروموسوم، فما عدد الكروموسومات التي يتلقاها الفأر من والده؟ فما عدد الكروموسومات التي يتلقاها الفأر منين؟ من والده. أنا عندي اللي هي الخلايا الجسدية فيها إيه؟ فيها كل المادة الوراثية، يعني بتحتوي على 40 كروموسوم. يبقى ال 40 كروموسوم اللي عندي ديت اللي هي موجودة في الخلايا الجسدية بقسمهم إزاي؟ عبارة عن 38 زائد XX أو 38 زائد XY. ال 38 اللي هم الرقم الأولاني ده عبارة عن كروموسومات اللي هي الجسدية. أما ال XX أو ال XY عبارة عن اللي هي كروموسومات اللي هي الجنسية. طب هنا في السؤال بيقول لي ايه؟ بيقول لي فما عدد الكروموسومات الجسدية التي يتلقاها الفأر من والده؟ طب احنا دلوقتي اتفقنا انهم 38 زائد XX او 38 زائد XY. خلينا في ال 38. ال 38 ديت موجودة فين؟ في اللي هي الخلايا الجسدية. طيب الخلايا الجسدية جت منين؟ جت نصها من الأب ونصها منين؟ من الأم. نص ال 38 كام؟ اللي هم 19. يعني إجابة السؤال اللي هي رقم جيم اللي هي 19 كروموسوم. تمام؟ يبقى عندي اللي هي في الخلايا الابن أصبح عنده 19 كروموسوم اللي هي كروموسومات الجسدية زائد اللي هو الإكس أو زائد واي على حسب نوع اللي هو إيه؟ الفأر اللي هو عندنا. يبقى الإجابة اللي هي رقم جيم اللي هي 19. رقم 12. إذا حدث تلقيح خلطي بين آباء متباين اللقاح، حدث تلقيح خلطي بين آباء متباين اللقاح. متباين اللقاح يعني إيه؟ يعني مختلفين في اللقاح، يعني واحد كابيتال واحد سمول، في زوج واحد من الصفات الوراثية، في زوج واحد من الصفات الإيه؟ الوراثية. زي قانون مندل الأول اللي إحنا خدناه كده، كان عندي لما هجن اللي هو نباتين مختلفين في زوج واحد منين؟ من الصفات، يعني ار كابيتال ار سمول مع واحد زيه ار كابيتال ايه ار سمول، يا ترى كان ايه اللي بينتج عندي؟ نكمل كده السؤال. في زوج واحد من الصفات الوراثية ستكون نسبة الطرز المظهري الناتجة. احنا عارفين طبعا لما بعمل عملية تهجين بين نباتين ار كابيتال ار سمول والتاني زيه ار كابيتال ار سمول، كان بيطلع لي اللي هو النتيجة العامة كام؟ 3:1. كانت النتيجة النهائية في الجيل التاني بتطلع اللي هو الجيل التاني، يعني هتطلع ايه؟ 3:1. يبقى عندي الناتج هيكون 3:1، 3 اللي هو السائد والواحد اللي هو ايه؟ اللي هو المتنحي. التلاتة السائد ده اللي بيمثل لي اللي هو 75% صفة سائدة، والواحد ده لو بيمثل لي 25 اللي هي صفة 25% صفة متنحية. يعني إجابة السؤال هيكون رقم جيم. عندي هنا بنشوف الإجابات كده مع بعض. رقم ألف بيقول لي 100% صفة سائدة. طبعا صفة سائدة الكلام ده لو كان عندي واحد كابيتال يعني صفة سائدة مع صفة متنحية كان هيطلع لي كله سائد، يبقى دي غلط. رقم ب 50% و50% طبعا لأ، الإجابة زي ما احنا اتفقنا اللي هي مين؟ رقم جيم اللي هي 75% صفة سائدة، 25% اللي هي صفة متنحية، يعني نسبة 3:1. هنيجي للسؤال رقم 14. بيقول لي هنا أي من عمليات نقل الدم التالية يعتبر متوافقا ولا يسبب تخثر للدم؟ ولا يسبب تخثر للدم. طب نشوف كده اول حاله عندنا، بيقول لي هنا من بي الى او، من بي الى او هل ينفع انقل الدم كده؟ طبعا لا، غلط. طبعا في الحاله دي هيحصل ايه؟ تخثر للدم، يبقى اذا دي غلط. رقم ب بيقول لي من او الى بي، طبعا دي الاجابه الصح عندنا، من او الى بي. ليه؟ علشان او زي ما احنا عارفين ده معطي عام، معطي ايه؟ عام. او زي ما احنا عارفين معطي عام، معطي عام ليه؟ لعدم وجود مولدات الالتصاق في مين؟ في او، فعشان كده بيعتبر معطي عام. رقم ج من A الى B، من A الى B طبعا غلط ما ينفعش. من رقم د من AB الى A طبعا برضك غلط ما ينفعش، ينفع العكس طبعا انما كده ايه؟ ما ينفعش. اذا اجابه السؤال اللي هي رقم مين؟ رقم ب. هنيجي للسؤال رقم 15. السؤال رقم 15 بيقول لي هنا في السؤال جين
جين الدي ام دي مسؤول عن تكوين بروتين الدستروفين، وهو بروتين ضروري لتكوين العضلات القلبية والهيكلية، وهذا الجين موجود على كروموسوم اكس. اي التزوجات التالية، قد تكون مميتة للأجنة. رقم ألف حيوان منوي 22 اكس مع البويضة 22 زيرو ب، زي ما احنا شايفين كده الحالات اللي هي قدامنا. طيب يا ترى مين هنا عشان نفهم السؤال كده؟ هنا بيقول لي هنا تاني عند جين اسمه دي ام دي، الجين ده مسؤول او الاهمية بتاعته بيكون بروتين اسمه ايه؟ الدستروفين. البروتين ده ضروري لتكوين مين؟ العضلات القلبية. معنى كده ان عدم وجود هذا البروتين الشخص ده هيموت، لان العضلات بتاعة القلب مش هتتكون، العضلات الهيكلية مش هتتكون. وقال الجين ده موجود فينا حتى على كروموسوم اكس، على كروموسوم مين؟ اكس. الكروموسوم اكس ده بيحمل عليه، احنا عارفين طبعا، عرفنا قبل كده معلومة ان الكروموسوم اكس ده لازم للحياة، مهم للحياة. طب ليه؟ الكروموسوم اكس بيحمل عليه حوالي من 600 الى 800 جين، بيحمل عليه حوالي من 600 الى 800 جين، عكس اللي هو كروموسوم واي. كروموسوم واي ده بيحمل حوالي من 60 ل 75 جين فقط. طيب معنى كده ان كروموسوم اكس ده لازم لمين؟ لازم للحياة. معنى كده لو هو مش موجود الانسان هيموت. ليه؟ احنا قلنا بيحمل الكم الرهيب ده منين؟ من الجينات عليه. طيب يا ترى مين عندي هنا اللي هو مش هيعرف يكون اللي هو بروتين اللي هو الدستروفين؟ اللي مش هيعرف يكونه اللي هو ما عندوش اللي هو كروموسوم اكس. طب انا حلم اللي قدامي يا ترى الف ولا ب ولا ج ولا د؟ طب نشوف كل حاله كده. رقم الف لما نجمعهم مع بعض كده 22 و22 هيطلع لي كام؟ 44. اكس مع 0 يبقى اكس 0. طبعا دي حاله مين؟ حاله تاينر. يبقى اذا ديت هيكون عندها اكس اهو، يبقى اذا ديت لا. رقم ب 22 مع 22 44 وعند كام اكس؟ 3، يعني 3 اكس. ده حاله تضاعف جنسي، حاله تضاعف مين؟ جنسي. يبقى اذا دي كمان لا. رقم ج رقم حيوان منوي اللي هو 22 مع 22 44 اكس واي، ده ايه؟ ده ذكر عادي. نيجي الرقم د 44 22 و22 44 بس واي 0، واي 0 ده ما عندوش هنا اكس. وطالما ما عندوش اكس ما عندوش مين؟ اللي هو الجين اللي هو الدي ام دي، يعني مش هيعرف يكون مين؟ اللي هو الدستروفين. يعني مش هيعرف يكون لمين؟ عضلات القلب بتاعته، وبالتالي ايه؟ هيتعرض للموت. اذا الاجابه رقم د. هنيجي للسؤال رقم 17. السؤال رقم 17 بيقول لي هنا يشير النمط الظاهري الى، يشير النمط الظاهري الى نقط للفرد. يا ترى التركيب الجيني ولا المظهر الجسدي الفعلي ولا الاليلات المتنحيه ولا الكروموسومات الجسديه؟ النمط الظاهري يعني ايه؟ اللي هو الطرز المظهري، تمام؟ بمنتهى البساطه الطرز المظهري يا ترى بيشير لايه؟ احنا قلنا الطرز المظهري ده الشكل العام من بره. لون الظهر يا ترى لونها ايه؟ لون الريش بتاع الطيور لونها ايه؟ لون شعر الفار لونه ايه؟ ده اسمه ايه؟ طراز مين؟ مظهري. طيب يبقى يشير النمط الظاهري او بسميه اللي هو الطراز المظهري هيشير لايه بقى؟ طبعا الاجابه عندي اللي هي رقم ب اللي هو المظهر الجسدي الفعلي، شكل الكائن من بره. يبقى الاجابه عندي رقم ب اللي هو المظهر الجسدي ايه؟ الفعلي. هنيجي للسؤال رقم 19. تنتقل صفة الصلع المبكر في الرجال على أحد الصبغيات، يا ترى الجنسية ولا الجنسية اللي هي إكس ولا الجنسية اللي هي واي ولا اللي هي الذاتية اللي هي الجسدية ولا اللي هي الجنسية اللي هي إكس وواي؟ هنا بيكلمنا على مين؟ على مرض مين؟ على مرض إيه؟ اللي إيه؟ الصلع. مرض مين اللي هو إيه؟ الصلع. احنا عارفين طبعا قبل كده ان الصلع ده بينتشر في اللي هو الرجال اكتر منين؟ اكتر من النساء. والمسؤول عن الصلع اللي هو جين ايه؟ سائد. جين مين؟ جين سائد. ده مسؤول عن تساقط الشعر، وده بيكون فينا حتة موجودة على الكروموسوم الجسدي، موجود على الكروموسوم مين؟ الجسدي، وبيتأثر بهرمونات الذكورة فقط. يبقى تاني المسؤول عن الصلع في الانسان جين سائد، تمام؟
جين ايه؟ سائد. ده بيكون محمول في ناحيتها على كروموسوم مين؟ الجسدي، ويتأثر بهرمونات الذكورة فقط. يعني معنى كده الإجابة اللي هي رقم جيم اللي هي كروموسومات الجسدية، أو بسمها إيه؟ الذاتية. يبقى الإجابة رقم جيم. يا رب يكون فهمنا مع بعض. أول سؤال عندي بيقول لي أي العبارات التالية لا تنطبق على، لا تنطبق خلي بالي على حالة انعدام السيادة. طبعا احنا خدنا قبل كده اللي هي انعدام السيادة وخدنا أمثلة عليها زي اللي هو نبات شاب الليل أو اللي هو لون ريش الدجاج الأندلسي. هنا بيقول لي رقم ألف يتحكم في وراثة الصفة زوج واحد من الجينات. خلي بالي هنا أنا بدور على الحاجة الغلط. طبعا الكلام ده صح. رقم ب لا يسود أي من الجينين على الجين الآخر. تمام. كان عندي طبعا لما كنت بعمل عملية تزاوج بين اللي هو نبات شاب الليل اللي هو لون أحمر مع لون أبيض كان بيطلع لي لون جديد خالص اللي هو لون قرنفلي. معنى كده ان عندي هنا مفيش جين بيسود على ايه؟ على الاخر. رقم جيم لكل جين من الجينين المتقابلين اثر في اظهار صفة جديدة. تمام الكلام ده مظبوط. احنا قلنا اللون الاحمر اللي هو جاي من احد الافراد مع الجين اللي هو اللون الابيض اللي هو جاي من الفرد الثاني بيبدأ هنا يعمل لي بيكون لي صفة جديدة. تمام. الصفة ديت ان هو بتؤدي الى اظهار اللي هي اللون القرنفلي. رقم د يتحكم في وراثة الصفة زوجين من الجينات. طبعا ديت هي اللي غلط عندي. يبقى اذا دي الاجابة الغلط علشان احنا خدنا قبل كده اللي هي زوجين من الجينات. طبعا ده هنا بيكلمنا على مين؟ على اللي هي الجينات المتكاملة. اذا اجابة السؤال اللي هي رقم د. نيجي للسؤال رقم اتنين. السؤال رقم اتنين تحتوي الخلية الجسدية للحصان على 64 كروموسوم. 64 ايه؟ كروموسوم. دي الخلية مين؟ الخلية الجسدية. فيكون عدد الكروموسومات الجسدية في الحيوان المنوي له يساوي يا ترى كم؟ طيب انا عندي الاجمالي كله في اللي هي خلية الحصان الخلية الجسدية 64. 64 كروموسوم. 64 ايه؟ كروموسوم. هنا عشان اجيب هنا اللي هي عدد الكروموسومات في الحيوان المنوي اللي هو النص. النص يعني كم؟ يعني 32. 32 ايه؟ كروموسوم. طب ال 32 كروموسوم دول متقسمين ازاي؟ عباره عن 31 كروموسوم زائد كروموسوم جنسي. كروموسوم جنسي اللي هو اكس او واي على حسب نوع اللي هو الحصان. والله لو هو اكس يبقى انثى، لو هو ذكر يبقى مين؟ يبقى واي. طيب الرقم الاولاني اللي هو 31 ده بيرمز الى الكروموسومات اللي هو الجسديه، الكروموسومات الجسديه زائد اللي هو الاكس او الواي ده عباره عن كروموسوم جنسي. هنا بيسالني في السؤال بيقول لي ايه؟ بيقول لي فيكون عدد الكروموسومات الجسديه في الحيوان المنوي كام؟ الكروموسوم الجنسي عددهم كام؟ 31، ما اقولش 32 لان 32 ده اللي هو مجموع كروموسومات الجسدية والجنسية مع بعض. هنا بيسألنا على الجسدية يبقى أقول له 31 يعني الإجابة اللي هي رقم ب. هنيجي للسؤال رقم 4. السؤال رقم 4 بيقول لي يظهر في الشكل المقابل أحد الحالات الكروموسومية الشاذة أي العبارات التالية صحيح عنها. إحنا طبعا خدنا حوالي أربع حالات كروموسومية شاذة. خدنا أول حالة اللي هي حالة كراين فلتر اللي هي عبارة عن 44 اكس اكس واي، وحالة تاينر اللي هي 44 اكس زيرو، واللي هي حالة داون اللي هي 45 اكس واي او 45 اكس اكس، وخدنا برضك اللي هي حالة التضاعف الجنسي اللي هي 44 زائد 3 اكس. طب يا ترى اللي قدامي ده انا حالة من دولت؟ لما اجي ابص كده على الكروموسومات اللي هي قدامي الترتيب مظبوط من 1 لحد 22. طيب لو كان عندي الزوج رقم 21 ده كان فيه زيادة كنت قلت دي حالة داون. طبعا عندي هنا مفهوش زيادة، ده هو فيه 2 الزوج رقم 21 فيه 2 كروموسوم عاديين خالص. طب اجي ابص كده للزوج رقم 23، بس هنا طبعا هنا في غلطة هنا بالنسبة للرسمة. هو المفروض كان يعمل لي 2 كبار واحد صغير، هنا عكس الرسمة. في الرسمة هي غلط عندي هنا، المفروض 2 اكس كبار واحدة ايه؟ واحدة صغيرة اللي هي واي، يعني المفروض اكس اكس واي. تمام، علشان ده يمثل اللي هي حالة اللي هي مين؟ حالة اللي هي كلاين فلتر. المهم هنا بيسألني بيقول لي يظهر في الشكل المقابل أحد الحالات الكروموسومية الشاذة أي العبارات التالية صحيح عنها؟
يا ترى انا حالة صحيحة؟ رقم ألف تنتج من حيوان منوي اللي هو 23 زائد واي، ده هنا بيقول لي 23، طبعا مفيش حيوان منوي 23، هو المفروض 22 زائد مين زائد واي، فاذا دي غلط. رقم ب تنتج من بويضة 22 اكس اكس، تمام، يبقى اذا دي الاجابة عندي الصح. احنا عارفين حالة اللي هي كلين فلتر اللي هي بتنتج من 22 اخصاب بويضة شاذة اللي هي 22 زائد اكس اكس مع حيوان منوي اللي هو 22 واي، تمام. بس هنا الرسمة قلنا فيها غلطة، الغلطة اللي هي كان يعمل لي اللي هو كروموسوم اكس كبير بدل اللي هو عامل لي 2 واي صغيرين. رقم ج بيقول لي حالة موروثة من الاب، طبعا الكلام ده مش مظبوط. رقم د تحدث في الكروموسومات الجسدية، طبعا الكروموسومات الجسدية قدامي سليمة ما فيهاش مشكلة، يبقى اجابة السؤال اللي هي رقم ب. نيجي للسؤال رقم 6، عند تهجين فرد متماثل العوامل، متماثل العوامل يعني ايه متماثل العوامل؟ يعني مثلا ار كابيتال ار كابيتال، تمام، ده اسمه متماثل العوامل، مع فرد متباين العوامل. متباين العوامل يعني ايه؟ يعني ار كابيتال ار سمول، تمام. يظهر في الجيل الناتج، يظهر في الجيل الناتج افراد متماثله واخرى متباينه بنسبه كام يا ترى؟ طبعا عندي هنا دي بيعملها على مساله عاديه خالص. احنا قلنا الفرد الاولاني ار كابيتال ار كابيتال، هاخد منهم مشيك واحد بس اللي هو ار كابيتال، الثاني ار كابيتال ار سمول، الاثنين مختلفين هنزلهم هما الاثنين، بعد كده بطلع الافراد بتاعتي هيكون ار كابيتال مع ار كابيتال والفرد الثاني ار كابيتال ار سمول. طيب هنا النسب اللي طلعت عندي، النسب طبعا افراد متماثله اللي هو ار كابيتال ار كابيتال ده نسبته 50%، والافراد اللي هي متباينه اللي هي ار كابيتال ار سمول نسبتها 50%. اذا اجابه السؤال اللي هي رقم ب اللي هي 50% متماثل و50% متباين. هنيجي للسؤال رقم 8. السؤال رقم 8، تمثل الصفه الواحده، تمثل الصفه الواحده بعاملين في يا ترى؟ البويضه، بويضات، حيوانات منويه، خلايا البنكرياس، حبوب اللقاح. طبعا هنا بالنسبه للصفه هي بتمثل بعاملين في الخلايا الجسديه، الصفه تمثل بعاملين في الخلايا الجسديه، تمام. اما بالنسبه للامشاج بتمثل بعامل واحد فقط، يبقى اذا عند البويضه وعند الحيوان المنوي وعندي حبه اللقاح ده بيكون فيها عامل واحد فقط، والله البويضه دي هتكون جايه من الانثى، حيوان منوي او حبه لقاح هتكون جايه منين؟ من الذكر. اما بالنسبه لاجابه السؤال هنا اللي هي رقم ج عندي اللي هي خلايا البنكرياس، طب ليه؟ علشان خلايا البنكرياس بتمثل خلايا جسديه، خلايا جسديه، والخلايا الجسديه بتاخد عامل من الفرد المذكر والعامل الثاني من الفرد المؤنث، يعني بتمثل بعاملين. اذا اجابه السؤال رقم 8 اللي هي رقم ج. هنيجي للسؤال رقم 10. السؤال رقم 10، عند تهجين فرد متماثل العوامل اللي احنا لسه قايلين عليه من شويه اللي هو ار كابيتال ار كابيتال مع فرد متباين العوامل اللي هو ار كابيتال ار سمول، يظهر في الجيل الناتج افراد متماثله، تمام، احنا قلنا لسه قايلين كان كام؟ 50%، واخرى متباينه بنسبه كام؟ كان 50%. طبعا هنا هو مديني اجابات حاجه ثانيه خالص، فالاجابات دي غلط عندي، يبقى اذا الاجابه اللي هي 50% و 50%. هنيجي للسؤال رقم 13، ماذا يحدث للتوائم المتماثله من تغيرات اذا تعرضت لظروف بيئيه مختلفه؟ يعني جبت اتنين توأم بس حطيت واحد في ظروف معينه والتاني في ظروف مختلفه عنه، ظروف بيئيه مختلفه، يا ترى ايه اللي يحصل؟ رقم أ بيقول لي تختلف صفاتهم الوراثيه، هل الجينات بتاعتهم والصفات الوراثيه هتختلف؟ هل لون عينيهم مثلا، لون الشعر، الكلام ده هيختلف؟ طبعا لا، لان دي عباره عن جينات. رقم ب تختلف صفاتهم المظهريه، هي دي الاجابه اللي عندي، ممكن هنا البيئه اللي حسب اللي هو الفرد الاولاني عايش فيها تختلف عن الفرد الثاني، وبالتالي هنا السلوك بتاع الفرد ده واللي هي الصفات المظهريه بتاعته ايه هتختلف. واحد مثلا احد الافراد حطه في بيئه حاره، الثانيه في بيئه حرارتها منخفضه، فاذا هنا الشكل العام هنا والصفات المظهريه ايه اللي يحصل لها هي اللي ايه هتختلف. دي اجابه السؤال.
اما رقم جيم بيقول لي يحدث خلل في عدد الكروموسومات، طبعا ملوش علاقه، عدد الكروموسومات لا يتاثر بالظروف البيئيه. رقم دال لا تختلف اي من صفاتهم المظهريه والوراثيه، طبعا الكلام ده غلط، الصفات قلنا المظهريه هي اللي تختلف، يعني الاجابه اللي هي رقم ب. هنيجي للسؤال رقم 14، بيقول لي في السؤال الشكل المقابل يعبر عن اي من الحالات التاليه: جينات مميته، جينات متكامله، قانون مندل الثاني، صفات مرتبطه بالجنس. هنبص كده على الشكل، زي ما احنا شايفين كده على ايد الشمال كاتب لي مركب كيميائي، حصل المركب الكيميائي ده بيؤدي الى افراز انزيم اللي هو ايه، بعد كده في مركب كيميائي تاني ادى لافراز اللي هو الانزيم بي، بعد كده هما الاتنين مع بعض اجتمعوا مكونهم اللي هو مركب كيميائي اللي هو رقم 3. زي ما احنا شايفين الفار الاولاني لونه ابيض، الفار التاني لونه ابيض، صفة متنحية، صفة متنحية، طلع لي صفة سائدة في الاخر اللي هو الفار الاخير. طيب الكلام ده خدناه في ايه يا ترى؟ طبعا خدنا الكلام ده في الجينات المتكاملة. اجابة السؤال يا جماعة الجينات مين؟ المتكاملة. لو احنا افتكرنا مع بعض الجينات المتكاملة، لو كان عندي الفرد الاول بيحمل جين سائد واحد على الاقل، تمام، جين طبعا سائد واحد او اكثر، يعني المهم اقل حاجه يكون ايه في واحد من الزوج الاول من اللي هي ايه الكروموسومات. عندي هنا لو اللي هو الزوج الاول بيحمل جين قلنا سائد واحد او اكثر، هيؤدي الى افراز جين معين، اللي بيؤدي الى افراز انزيم معين. افراز مين؟ انزيم ايه معين. الكلام ده بالنسبه مين؟ للي هو المركب الكيميائي اللي هو رقم واحد. يبقى اذا اول فرد عندي او اول فار عندي ده افرز انزيم مين معين، الفرد الثاني طلع لي برضك طبعا الفرد الاولاني اللي هو افرز انزيم اللي هو انزيم ايه، الفرد الثاني اللي هو الفار الثاني عنده برضك جين، عنده برضك جين سائد او اكثر، تمام، بيؤدي الى افراز انزيم اللي هو البي، نتيجه اجتماع اللي هم الجينين مع بعض بيؤدي الى افراز انزيم، الانزيم ده بيؤدي الى تكوين صبغه معينه بالنسبه للون الفار. يبقى الفار الاخراني اصبح اللون بتاعه مش الشكل اللي هو الاباء، نتيجه ان اول فرد اللي هو الفار الاول افرز اللي هو قلنا جين او افرز انزيم معين، الفرد الثاني عنده اللي هو جين افرز اللي هو انزيم معين، نتيجه اجتماع اللي هم الجينين مع بعض ادى الى افراز اللي هو انزيم، الانزيم ده بيؤدي الى تكوين اللي هو صبغه معينه ادى الى تلوين الفار. يبقى اجابه السؤال اللي هي رقم ب اللي هي جينات المتكامله. رقم 16، سؤال رقم 16 بيقول لي هنا الطرز الجيني الذي ينتج منه طرازان مختلفان فقط من الجميطات هو يا ترى انه واحد في دولت مين اللي قدامي ده هيطلع لي طرازين مختلفين من الامشاج، الف ولا ب ولا جيم ولا دال؟ طب ناخد واحد واحد كده، الاولاني ده هيطلع لي طراز جيني فقط جميطة واحدة بس اللي هي اسمول بسمول، يبقى اذا ده غلط بالنسبة لي. طيب ناخد رقم ب، هو عندي هنا اي كابيتال هاخد منها واحد واخد من البي كابيتال واحد، يبقى اذا هيطلع لي برضك اللي هو طراز اللي هو جيني واحد فقط اللي هو مشيج واحد اللي هو اي كابيتال بي كابيتال، ما ينفعش معايا غلط. ناخد رقم جيم، عندي اي كابيتال اي سمول دول طبعا الاثنين مختلفين، وعندي البي بعد كده الاثنين كابيتال اخد منهم واحد، يبقى اذا هاخد الاي كابيتال مع البي كابيتال ده اول مشيج، والمشيج الثاني اي سمول بي كابيتال ده المشيج الثاني، يبقى هنا طلع لي كم مشيج؟ طلع لي اثنين، طلع لي ايه؟ اثنين، يبقى اذا دي الاجابه الصح بالنسبه لي. اما رقم د عندي طبعا ده هيطلع لي اربع امشاك، يبقى اذا الاجابه الصح عندي هنا اللي هي رقم مين؟ رقم ج. هنيجي للسؤال رقم 17، بيقول لي نوع من البروتينات توجد على الاغشيه البلازميه لخلايا الدم الحمراء، لخلايا الدم ايه الحمراء، وتستخدم في تحديد فصائل
الدم، وتستخدم في تحديد مين فصائل مين فصيلة ايه الدم. يا ترى الاجسام المضادة ولا مولدات الالتصاق ولا صفائح الدموية ولا البلازما؟ احنا خدنا قبل كده اللي هي مولدات الالتصاق، وقلنا مولدات الالتصاق دي عبارة عن مواد كيميائية بتوجد على سطح خلايا الدم الحمراء، وكان عندي فيه نوعين اللي هو المولد A والمولد B. اما الاجسام المضادة كانت عبارة عن مواد كيميائية برضك، كانت مضادة للمولدات، كانت بتوجد في ناحية في بلازما الدم، وكان عندي فيه نوعين اللي هي انتيا A وانتيا B. طب هنا بيسألنا على مين هنا؟ بيقول لي هنا نوع من البروتينات بتوجد على الاغشية البلازمية لخلايا الدم على السطح من بره، يبقى اذا هنا دي المفروض اللي هي مين؟ مولدات مين؟ مولدات الالتصاق، يعني الاجابه اللي هي رقم ب. سؤال رقم 19، اثناء الانقسام الاختزالي، احنا عارفين طبعا الانقسام الاختزالي بيبدا يديني نص العدد بالنسبه للامشاج، تمام؟ يعني بالنسبه للانسان مثلا عندي 46 كروموسوم، هيديني ما يطلع الامشاج هيطلع لي 23 كروموسوم. هنا بيقول لي تنتج ناس الدروسوفيلا من الامشاج، يا ترى نوع واحد، نوعين، ثلاث انواع، اربع انواع. هو هنا بيقول لي مين؟ مين اللي هتنتج؟ اناث الدروسوفيلا. اناث يعني اكس اكس. طيب الاكس اكس ده لما اطلع منها المشيج هيطلع لي ايه؟ هو مشيج واحد فقط اللي هو مين؟ اسمه اكس، تمام؟ عكس الذكر كان المفروض يطلع لي مشيجين اللي هو الاكس والواي، انما هنا هيطلع لي مشيج واحد فقط اللي هو مين؟ الاكس، يعني هنا هيطلع لي نوع واحد فقط، يعني الاجابه اللي هي رقم الف. يلا بينا على بركه الله. اول سؤال عندنا، يعد الكائن الحي ثنائي المجموعة الصبغية، يعني 2N إذا كان محتويا على مواد وراثية من الأبوين. ما احنا عارفين الكائن الحي بياخد نص كروموسومات من الأب، النص الثاني من الأم، وبالتالي هنا بيسميه اللي هو ايه؟ 2N. يبقى إذن دي إجابة السؤال عندنا. رقم ب بيقول لي متعدد الخلايا ملهاش علاقة، ج يستطيع التكاثر، وردا اللي يقوم بالانقسام المتساوي. إذن إجابة السؤال اللي هي رقم ألف عندي، اللي هي محتويا على مواد وراثية من الأبوين. نيجي للسؤال رقم 3، في الجيل الثاني عند دراسة صفة مندلية واحدة تكون النسبة بين الأفراد المتنحية إلى الأفراد السائدة النقية على الترتيب، يا ترى كام؟ احنا خدنا قبل كده اللي هو قانون مندل الأول. قانون مين؟ مندل مين الأول؟ قانون مندل الاول. قلنا عندنا كان بيدرس طبعا اللي هي زوج واحد من الصفات. زوج واحد منين؟ من الصفات. طيب هنا بيسألني هنا ايه؟ بيقول لي هنا في الجيل الثاني، احنا عارفين طبعا لما كنا بنعمل عملية تزاوج بين عملية تلقيح بين نبات بازل قرمز الازهار مع نبات بازل ابيض الازهار، كان بيطلع لي في الجيل الاول اللي هي نباتات قرمزية، تمام؟ هجين نسبتها 100%. لما كنت بعمل عملية تلقيح للجيل الثاني كان بيطلع لي اللي هو واحد قرمزي نقي واثنين اللي هم قرمزي هجين وواحد مين اللي هو ابيض اللي هي الصفة المتنحية. طب هنا في السؤال بيسألنا على ايه؟ بيقول لي هنا في الجيل الثاني عند دراسة صفة مندلية واحدة تكون النسبة بين الافراد المتنحية، قلنا كام؟ واحد، تمام، الى الافراد السائدة النقية. سائدة نقية، سائدة ايه؟ نقية. طبعا النقي عندي كام؟ اوعى نغلط ونقول واحد لتلاته، يبقى غلط، لان التلاته دي بتشمل اللي هو السائد النقي والسائد الهجين. هنا بيقول لي سائده نقيه، سائده ايه؟ نقيه. كان في واحد فقط اللي هو كان اركابيتال، اركابيتال خلي بالي. يبقى اذا الاجابه عندي اللي هي رقم الف عندي، دي الاجابه اللي هي واحد الى واحد. هنيجي للسؤال رقم خمسه. السؤال رقم خمسه بيقول لي اي العبارات الاتيه صحيح؟ اي العبارات الاتيه صحيح؟ اذا كان احنا طبعا خدنا قبل كده اللي هي فصائل الدم، وعرفنا ان فصائل الدم عندنا اربع فصائل اللي هي الاي والبي والاو والاي بي. عند اربع فصائل الاي البي الاو والاي بي. كان عندي الاو كان معطي عام، معطي ايه؟ معطي عام، يعني كان بيدي لكل الفصائل. اما الاي بي كان مستقبل عام بياخد من جميع الفصائل، تمام؟ طيب بقول لي هنا، وعارفين برضك في بعض القواعد ان ممكن اللي هو الار اتش موجب يدي الار اتش موجب، تمام، والار اتش سالب يدي لمين؟ الار اتش موجب.
انما ما ينفعش العكس، ما ينفعش الموجب يدي للسالب، لان هيكون عنده اقسام مضاده، هيحصل تجلط لايه؟ للدم. خلي بالك من الكلام ده. طب نيجي هنا الاول حاله رقم الف، بيقول اذا كان او ايجابي. ايجابي يعني ايه؟ يعني موجب، يعني ار اتش موجب، تمام. طيب يمكنك التبرع ايجابيا، يمكنك التبرع بالدم الى ايه؟ موجب. طيب ماشي مفيش مشكله. و اي بي ها ايجابي، موجب هو كمان مفيش مشاكل. و او سالب، هي دي المشكله عندي، هل ينفع الاو موجب يدي الاو سالب؟ احنا لسه قايلين ما ينفعش، تمام. مش هنكمل بقيه الايه السؤال، نيجي رقم ب. يبقى اذا الاجابه دي غلط بالنسبه لي. ناخد رقم ب كده، اذا كان اي بي موجب، تمام، فيمكنك الحصول على دم من A إيجابي، فيمكنك الحصول على دم من A إيجابي، تمام؟ يعني ياخد دم منين؟ من A إيجابي، تمام؟ مفيش مشكلة، ما هو عند A B أصلاً موجب، و B إيجابي، هو موجب كمان، موجب لموجب مفيش مشكلة، و B سلبي، إحنا قلنا من السالب للموجب RH سالب إلى RH موجب مفيش مشاكل. و A B موجب، من موجب لموجب مفيش مشكلة، و A B سلبي، A B سلبي من السالب للموجب مفيش مشاكل. إذا دي الإجابة عند الصح، يبقى رقم ب هي الإجابة. طب نيجي رقم ج، إذا كنت O موجب، تمام، يمكنك التبرع بالدم إلى A، إلى A موجب مفيش مشاكل، و B موجب، تمام، و B سالب. طبعا هنا اصبحنا غلط، ما ينفعش يؤدي من او موجب الى ايه؟ الى بي سالب. نيجي الرقم د، لو عندي بي سالب، تمام، فيمكنك الحصول على دم من بي ايجابي، تمام. طبعا الكلام ده غلط، فاذا اجابه السؤال اللي هي مين؟ رقم ايه؟ رقم ب. هنيجي للسؤال رقم 6. السؤال رقم 6، عدد الصبغات الجسديه لشخص يحمل اعراض كلاين فلتر هو. احنا عارفين حالة كلاين فلتر عبارة عن ايه؟ عبارة عن 44 XXY. عدد الكروموسومات كلها كام؟ 47 كروموسوم، تمام؟ طب هنا بيسألنا على سؤال مين؟ بيقول لي عدد الصبغات الجسدية، طبعا الجسدية اللي هو الرقم الأولاني اللي هو 44، تمام؟ عندي طبعا 44 جسدي وعندي 3 جنسي هنا اللي هو XXAY، يبقى إذن هنا الإجابة اللي هي 44، يعني الإجابة اللي هي رقم ألف. هنيجي للسؤال رقم 10. تنعزل، تنفصل الصبغيات الوراثية عند تكوين، طبعا سهل جدا، يا ترى الجينات ولا الجاميطات ولا الكروميدات ولا الكروماتين؟ طبعا الإجابة اللي هي رقم ب اللي هي مين؟ اللي هي الجاميطات أو اللي هي الأمشاك. عند 46 كروموسوم بيبدأ ينقسم، بتنعزل العوامل اللي هو في انقسام الميوزي، بيديني نص المادة الوراثية اللي هي بتحتوي على ايه؟ على 23 كروموسوم. يبقى اذا المشيك دايما بيحتوي على نص المادة الوراثية، يعني بيحتوي على ان. الاجابة رقم ب. نيجي السؤال رقم 12. يتسبب خلل في احد الجينات على كروموسوم اكس، يبقى اذا محمول على مين؟ محمول على اكس. اكس ده كروموسوم مين؟ جنسي، خلي بالي، كروموسوم جنسي، تمام. في الإصابة بمتلازمة رايت أو ريت التي تسبب إعاقة، إعاقات حركية وفكرية، أي العبارات التالية صحيحة حول المتلازمة؟ يا ترى مين الصح؟ أول رقم حاجة، أول رقم ألف، تورث من الأب لأبناء الذكور فقط. طيب هو لسه بيقول لي في السؤال هي الجينات موجودة على مين؟ موجودة على الإكس. موجودة على مين؟ على الإكس. والاب لما يجي هيورث، هيورث مين؟ هيورث وايل بالنسبه للذكر، يبقى اذا دي غلط. نيجي رقم ب، تورث من الام لابنائها الاناث فقط. طيب هي لابناء الاناث ماشي، طب هل مش هتورث للولاد؟ ما هتورث كمان، لان البنت او الولد هياخد كروموسوم اكس منين؟ من الام، تمام، وهو جين موجود على مين؟ على الاكس. يبقى اذا السؤال ده كده الاجابه غلط. نيجي رقم ج، تمثل بجينين في الذكور، طبعا غلط طبعا، لان الذكر اصلا اللي هو الواي معلوش مين؟ الجين من اصله. نيجي الرقم د، تورث من الام لابنائها الذكور والاناث، طبعا دي الاجابه الصح عندي، لان قلنا كروموسوم، لان الجين موجود على كروموسوم اكس، والاكس ده الولد او البنت هتاخده منين؟ هياخد كروموسوم واحد من الام اللي هو اكس.
يبقى إذن دي الإجابة الصح اللي هي رقم د. نيجي للسؤال رقم 14. السؤال رقم 14 بيقول لي تمثل الحالات س وص وع الناتجة عن هذا التزاوج على الترتيب. ناخد حالة حالة كده. أول حالة اللي هي حالة س. حالة مين؟ حالة س. لما أجي أبص كده على س كاتب لي فيها إيه؟ كاتب لي فيها اللي هي اللي على إيد الشمال كده، كاتب لي اللي هي جامطات الأنثى تعاني عدم انفصال، وبعد كده خلينا في س طيب عشان من إيه ما نشتتش بعض. س زي ما إحنا شايفين نتج عندي اللي هي مكتوبة اللي هو إكس إكس واي، ذكر علامة ذكر أهو إكس إكس إيه واي. طيب أنا عندي س إكس إكس إيه واي، طبعا دي حالة مين؟ حالة اللي هي كلاين فلتر. حالة إيه؟ كلاين فلتر. يبقى عندي في إجابتين دلوقتي كده عن ماشيهم بالترتيب اللي هي رقم ب ورقم ج معايا. نكمل كده. بعد كده وعاوز ص، عاوز مين؟ ص. ص لما أجي أبص على ص ده اللي هو او، طبعا ص ده اللي هي زيرو واي، زيرو واي تمام. طبعا هنا طالما مش موجود عندي كروموسوم اكس هنا، يبقى اذا الفرد ده ايه اللي يحصل له؟ هيموت. يبقى عندي هذا الفرد هيموت ليه؟ لعدم وجود كروموسوم اكس. الكروموسوم اكس لازم للحياه، لازم للحياه. ليه؟ علشان بيحمل عليه حوالي من 600 الى 800 جين. بيحمل على يحمل على كروموسوم اكس حوالي من 600 الى 800 ايه جين، وبالتالي هنا ده لازم لايه؟ للحياه. يبقى اذا هذا الفرد يموت اللي هو ص. نيجي بعد كده اللي هو عين. لما اجي ابص على عين كده اللي هو اكس 0 اكس ايه 0، طبعا دي حاله مين؟ حاله تينر. يبقى اذا اجابه السؤال اللي هي رقم ب بالترتيب كلاين فلتر، بعد كده اللي هو غير حي هيموت، رقم اللي هي عين اللي هي حاله ايه؟ حاله تينر. نيجي للسؤال رقم 16. كمية الدي ان ايه في الخلايا العصبية للانسان وكمياته في خلية من خلايا الجلد كنسبة. طيب هو هنا بيسألني على الدي هنا، الدي ان ايه هنا كام في الخلايا العصبية وفي خلية الجلد، يا ترى النسبة كام؟ طيب هي الخلايا العصبية دي خلايا تناسلية جسدية ولا تناسلية؟ طبعا خلايا جسدية. طب والجلد خلايا جسدية هي كمان، يعني هما الاتنين زي بعض، يعني ده بيحتوي على اللي هي نص وده نص، يعني 50% وخمسين في المية. إذا الإجابة اللي هي رقم د عندي اللي هي 50% و50%، لأن هما الاتنين عبارة عن إيه؟ خلايا جسدية. نيجي للسؤال رقم 18. السؤال رقم 18 إذا كانت الأم آر اتش سالب والأب آر اتش موجب ولم تحقن الأم بالمصل الواقي، الأم ما خدتش المصل اللي هو خلال 72 ساعة عقب الولادة تمام، بعد ولادة الطفل الأولاني كان آر اتش موجب، فإن احتمال وفاة الطفل الثاني بسبب عامل ريسوس يا ترى كم في المية؟ 100 75 50 25. طبعا الإجابة عندي 50%. 50%. طب ليه؟ لأن هنا الاحتمال الطفل التاني لو هو كان ار اتش موجب في الحاله دي هيموت. الاحتمال التاني ان الطفل التاني يكون ار اتش سالب في الحاله ديت هيعيش. النسبه هنا كام؟ 50%، 1 الى 1، يعني 50% الى 50%. نيجي للسؤال رقم 20. الرسم المقابل يمثل يا ترى انعزال عوامل وراثه الجينات المرتبطه بالجنس حاله كروموسوميه شاذه تعدد البدائل. لما اجي ابص كده زي ما احنا شايفين على ايد الشمال كده، دي عباره عن خليه بتحتوي على 2 كروموسوم، كروموسومات هم عموما يعني من غير العدد تمام. هنا اللي بعدها ادينا ايه؟ خليتين، كل خليه بتحتوي على نص العدد ده، وبعد كده كل خليه من دولت ادتني ايه؟ خليتين كمان تمام، بتحتوي على نص مين؟ العدد من الجينات اللي هي او كروموسومات اللي هي موجوده جواها. يبقى معنى كده ده اسمه ايه؟ اللي هو انعزال العوامل. يبقى إذن الإجابة اللي هي رقم ألف اللي هي قانون انعزال العوامل. يا رب يكون فهمنا. كان معكم مستر طارق، ما تنساش نعمل لايك للفيديو، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.